ضرب من مقاربة بين أحمد الصلاح الكابتن هو الذي بدأ أول في التشكيلة السورية في رأس الخطيب النجم السوري الكبير إلى أرضية الميدان عوضا عن زميله فهد اليوسف يستحق صاحب الخبرة والتجربة في تبديل أول كخيار أول للمدرب السيد أيمن الحكيم. أذن يغادر المنتخب السوري الكرات الثابتة فيها سوء تعاطي سوء تعامل في القائم الأيمن لشباك العالمي كما قلنا هي الكرات التي تشكل الخطورة الأوضح على الشباك السورية الكرات الثابتة فيها سوء تغطية وسوء تعاطي كما قلنا من طرف الدفاع السوري عموما يجب تفادي هذه اللقطات وهذه الثغرات نصوح يخسر في كرة في مكان يعني خطير كل شيء صعب في هذا اللقاء الذي يعني كان الله في لأحداث الشوط المباراة الثانية في الكرة فيها مخالفة فيها خطأ لمصلحة علاء الشبلي كرة مشتركة قدم الدعم للاعبي المنتخب الكوري على مستوى التقدم في الجهة اليسرى لدعم العمل الهجومي للاعبي منتخب كوريا الجنوبية والمدرب شتيلكي غير راضي كثيرا هذه كرة من جديد للمواس مواس يبحث عن ثغرة يبحث عن تبريرة خريبين ثنائية طويلة صعبة مثل هذه الكرات يختار لاعبو المنتخب السوري لاحتساب مخالفة لكن الاحتكاك كان عادي طبيعي لا وجود للمخالفة هذه الكرة المشتركة أمر عادي كما نشاهد احتكاك عادي جدا ما بين علاء الشبلي وهيجان هانغمين لمسة قصيرة باتجاه سونغ يونغ لاعب نادي سوانزي سيتي ينقلها سريعة على كيم جين سو بعد لحظات في وسط الميدان عن طريق فراس الخطيب يسقط تحت انظار حاكم اللقاء الذي يؤشر لمواصلة اللعب برغم السقوط والتعثر والنمر ابراهيم عالمي يظهر من جديد ياتي من بعيد لينقذ هذه الثغرة الدفاعية الواضحة بعد تباطؤ الثنائي هذا المصري واحمد الصالح امام المهاجم الكوري لكن ابراهيم عالمي يظهر بعيد نمر الحراسه السوريه ليوقف الكره الكوريه الخطيره امام شباك ومرمى المنتخب السوري اكثر من ساعه من اللعب هدف دون مقابل نتيجه الشوط الاول نتيجه اللحظات الاولى الهدف المبكر الغفله الدفاعيه التي كلفت غاليا حتى الان كره من جديد لصالح المنتخب الكوري استعاد توازنه تماما المنتخب الكوري اصبح هو المسيطر يعني اول على اللحظات لمسه طويله من جينسو أقرب للكرة من جديد إبراهيم أقرب للكرة سوري نشاطه على الصعيد الهجومي لأجل البحث عن هدف التعادل الآن هذه كرة كورية في الخط الخلفي عن طريق اللاعب تشوي شون طويل اللمسة كما نشاهد هدف دون مقابل هي نتيجة الشوط الأول وكل شيء لازال في أرضية الميدان كل شيء معلق لازال في أقدام اللاعبين الحكم الأردني أدهم خادمي يعلن عن خطأ لصالح هذا تقدم من كي سونغ يونغ لمسة من هناك في الناحية اليمنى كرة قصيرة باتجاه تايهي تايهي إلى زميله الخطير سونغ يونغ سونغ يونغ يتقدم لمسة طويلة تطول على المنتخب الكوري أقرب إليها المواس يحميها لتغادر إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب السوري ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السوري أتمنى العودة بالنفس الهجومي مجددا بجانب زملاء ابراهيم عالمي كره قصيره من ابراهيم اقرب اليها احمد الصالح